السلام عليكم. استجابة لطلب بعض العضوات عندي في القناة، غادي نعاود اليوم، ولكن غير طريقة ديال كيفاش طيب الشعرية، كيفاش غنطيب الشعرية، الصفة اللي كتكون صفة رقيقة الشعرية. المهم عندي مثلا هنا عندي البرقوق، برقوق هادشي اللي تزيين برقوق، عندي اللوز والكركاع، عندي القرفة، كاين القرفة، السكر، السكر سنيدة، البيض، السكر ثقيل، الزبدة والزبيب. لما يطيب الماء غادي نرمي فيه الشعرية. بالنسبة للعنب المجفف هذا اللي كيقول ليه الزبيب، غادي ندير ليه ماء الزهر باش نرطبو شوية، اولا كاين اللي كيدير غير الماء، الا ما كانش عندك ماء الزهر ديري ليه غير الماء باش يرطب شويه. البيض، البيض غادي نسلقو، والبرقوق غادي نعسلو، البرقوق نعسلو بالسنيده، نخلي حتى يطيب طيب شويه نص طيبه، وندير ليه السنيده والقرفه. بالنسبه للشعريه هي ديال الرقيق اللي كتكون رقيقه هكا كنقول لها الشعريه، هاي شعره. المهم غندير ليها شي جوج معالق كبار ديال زيت المائده، جوج معالق كبار زيت المائده، ونديها ونجيبها هكذا باش يدخل ليها الزيت شويه. غادي ندير لكم ايتاب باغ ايتاب، ما نقص حتى شي ايتاب باش المبتدئات يفهموا كيفاش يفوروا هاد الشعريه. كيلو ديال الشعريه، هاني زدت الشعريه، كيلو ديال الشعريه درت لها نص كاس ديال زيت المائده، نص كاس ديال زيت المائده. ها نخلي دابا البرمه طيب مزيان، الماء يطيب مزيان، عاد غادي نديرو ديرو مزيان هكذا حتى يدخل الزيت للشعريه هكذا، وخلوه شويه ها، خلوه هكذا شويه. في هذا الوقت غادي ندير البرقوق يطيب، وغندير اللوز نسلقو، نسلقو ونفركو ونقليه في الزيت، والبيض غادي نطيبو حتى هويا. ها الماء طاب، هاني غنرمي دابا الشعريه. ها اللوز كيتقلى، ها هو غي يصفر مزيان، ماشي يحمر بزاف، غي يصفر مزيان ونحيدو. غادي نضيف زيت المائده، ها هو ربع كاس في البرمه، ما غنديرش الملحه راكم عارفين، ولكن نتوما ديروا الملحه على حساب الشعريه. انا ما نقطعش الفيديو، ها نتوما شوفوا الوقت اللي غنقول لكم، انا ما نقطعش الفيديو، غندير الشعريه دابا. غادي نحركها، ها غنحركها، ها هي لاحظوا، ها هي بدات كدير فقاعات. صافي غنحيدها دابا، دابا غنحيدها، نطفي عليها ونحيدها. صافي غنحيدها دابا، هاني طفيت عليها، دابا غنحيدها. لاحظوا كيفاش غندير لها دابا، هاي
كتستوبو الطياب ديالها، كتوقف الطياب ديالها باش ما يبقاش صافي. دابا هاك نصفيها، تسقطر مزيان صافي. هكذا صافي، وغنديرها في القصريه. دابا غندير الزبده، ها هي عندي 100 غرام ديال الزبده في كيلو ديال سميتو ديال، غندير الزبده باش يذوب الزبده مزيان، وغادي نبقى ندوزها هكا حتى الشعريه تشرب الزبده، الشعريه تشرب الزبده، ونخلي الشعريه تشرب مزيان تشرب مزيان، عاد غادي نديرها تما في الكسكاس تفور. ها هي نخليها، نخلي الزبده تدير، ها هي الزبده ما غاتدوبش حتى هي. بعد ما شربت لينا الشعريه، هاي شربت الشعريه، هاي ولات هكذا، غندير هذا سميتو العنب اليابس، غنديرو هو التحتاني في الكسكاس باش يطيب. عاد غادي نرمي هاد الشعريه تفور، صافي غتفور وغادي هيا. دابا الشعريه فارت مزيان، انا غنحطها دابا في قصريه وندير لها سكر كلاصي، انا غنرش عليها سكر كلاصي ها هو، ونحلها ها هو، ما نكثرش بزاف ها هو، وغادي نحلها. صافي غادي تحلوها مزيان، غتحلوها مزيان هكذا سخونه، باقا سخونه، المهم نخليها شويه تت... نحلها هني، كنبرد فيها بشوي بشوي، انا قسمت الكميه في تبصيل اخر، هاني كنبرد فيها ها هي، ها هي، ها هي تبارك الله محلوله ها هي. المهم ما تنساوهاش في البرمه ملي كي سميتو، غير ديروها تبان لكم يلاه الغليه وحيدوها، يلا بدات البويقات طق طق، هكا البويقات وحيدوها. انا كندوي على المبتدئات اللي ما كيعرفوش، بحال دابا غنصوبوا الطبصيل، غنصوبوا في جهه اخرى، البرقوق غادي نحيد ليه العلفه، وغندير فيه كل وحده غندير فيها لوزه مقليه، حيدوها غير من الجنب، ها حيدو من الجنب هكذا، ودخلوا لوزه هكذا، سدوا عليها هكذا، وسدوا عليها هكذا هكذا، وغادي نزوقوا به، غادي نزوقوا به هكذا هكذا، حيدو غير من الجنب هكا هكذا، من جنب واحد ها، وندخلوا لوزه ونسدو عليها تاني ونزوق حتى نكملو. فوق كل برقوقة غنديرو قرقاع هكذا، وغنكملو الزواق غنكملو الزواق هنايا،
اللوز اللي بقى غادي نزوق به. دابا غندير البيض، غنقي البيض ونديرو. حبيباتي ها الشكل النهائي، وغندير ليه هنا في الوسط سكر كلاص، في الوسط هنا سكر كلاص، لان ما بغيتش نديرهم، لان دايره في السفه سكر كلاصي. اللي بغى دابا السكر كلاصي ها هو، يعني حنا نمسحو القاع ونديرو هكذا. هو هذا الطبق، ها هو. نتمنى نكون شرحت لكم مزيان هانتوما. هاهو هاهو اللوز، نقدروا نضيفوا اللوز لان باقي، نقدروا نضيفوا اللوز هنايا باقي اللوز. المهم البيض ها البرقوق، عام البرقوق دايره فيه لوزه، وها هو فينا الطبق. بالصحة والراحة، نتمنى يكون الشرح مفهوم.